اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده من صالون نيرفانا. النهارده حلقه زي ما عودناكم من كل شهر، حلقه الفن، ومعانا موهبه، معانا الدكتور محمد العزومي. اهلا يا دكتور. ومعانا محمد ياسر شاعر. اهلا بحضرتك. النهارده الحلقه معانا شعر بالعامه وبالفصحى. هنبدا بالدكتور محمد. زي حضرتك، الله يخليك، منورنا. اهلا بيك. الحلقه منوره بيكم كالعاده. الله يخليك. تحبوا نبدا بالعامه ولا بالفصحى؟ ابتدي بدكتور محمد. طيب اتفضل يا دكتور. اول حاجه سمعنا ايه؟ بشكر حضرتك جدا على استضافتك لينا، وبشكر استاذ محمد ياسر ان هو منورنا. يعني انا بشكر ان هو شرفنا الحلقه دي. الله يخليك يا رب. بشكر المخرج واسره الاعداد، يعني شكرا لكم كتير. يعني الله يعافيك. هقول قصيدة صغيرة كده في الأول بالفصحى. تمام. عنوانها أغار عليك. تفضلي. أنت نور وضياء، أنت ماء وهواء، أنت والنساء تراك بدر، أنت في سماء. أغار عليك، أغار عليك من أبيك ومن أخيك ومن نداء. أغار من طفل رضيع حتى الشيب لابتلاء. أغار عليك حتى مني بين الناس وفي الخفاء. أنت والحنين إليك في الغياب وفي اللقاء. أنت والدنيا بدونك الموت والعيش سواء. تسلم يا دكتور. ازيك محمد؟ الحمد لله تمام. الله يخليك، النور حضرتك يا رب. بدأت الشعر ازاي؟ هو أنا بقالي تقريبا سنة ونص. يعني أنا بقالي سنة ونص بالظبط بكتب. طب أنت بتحب مين من الشعراء في العصر الحديث حاليا؟ يعني هو هشام الجخ هو رقم واحد تقريبا، كلنا بنحبه بالظبط. وفي عمرو حسن طبعا. تمام. انا بالنسبه لي ده هو رقم واحد كقدوه. انا بعتبر عمرو حسن هو رقم هو واحد. اصلا روحه خفيفه. عمرو حسن كويس جدا، بيهتم بلون معين، انا بحب اللون ده. طب هتسمعنا ايه؟ كل اللي بكتبه حزين طبعا. ليه بس كده؟ كله والله. كله حزين. ليه بس؟ يعني بحب الحزين، بحس ان الكتابه بتبقى محترمه كده. يعني كم الكلمات نفسه بيبقى قوي. لا والله مش كده، بس انا بحس ان الحاجات التانيه بتتقال لشخص معين. تمام. بس مش بتتكتب، يعني هي بتتقال بتتحس. أيوة. بس لما بتتقال بتتقال يعني شعر بيبقى مبالغ فيها شويه، بنسمعها باحساسنا. يعني اللي هي بتطلع كده لشخص معين فبتطلع باحساس حلو. تمام. غير كده مبالغ فيها، يعني بشوف كده. ماشي محمد اتفضل. تمام. هقول قصيدة اسمها شكلك مش هتنول مرادك. من أولها. ماشي تفضل. بحسن نيتك حبيته، وبسوء نيته سابك. عمرك ما جيت وعبته، وهو برضه عابك. جنابك مفيش بإيديك حاجة تعملها، وغلطاته دايما بيكررها. مشاعرك مش قادر تعزلها، ونفسك مش عارف تحيلها. جنابك شكلك مش هتنول مرادك. أمنت ليه وسلمت للغريب فؤادك؟ وليه لجأت لشخص مش محتاجك؟ بغبائك وبعنادك كترت ليه عتابك؟ مش ده نفس الشخص اللي زمان سابك؟ جنابك شكلك مش هتنول مرادك. جنابك ماشي بالبدلة تسلم على كل خلق الله، ما حرستش في يوم منهم، وقلبك تعب من كتر قولت آه. لعاش مع واحدة بتحبه ولا حد بيحبه، وهي كمان مش حباه. عايش في الحياة بطوله، يقولوا زي ما يقولوا ما بيهموش. مين فينا ما دقش الحب ومين شافه؟ ومين ما قتلش أهدافه قدام عينه؟ سكت ولا منه اتكلم ولا منه مر بجروحه. تعبان تملي ليروحه، عايش في وسط الناس لكن قادر، ولسه برضه بيقابل وبيشوف، ولسه برضه بيتعلم، ومقالش في مرة أنا مكسوف. يتساب يحب واحدة جديدة، ولسه حبيبته دلوقتي عايشة بقلبه وهي وحيدة. لسه من بعده ما تحبتش، وياما كتير اهتمت وبرضه ما تحبتش. وهو بطوله ومكمل، ما بصش لحد في يوم، لحد سابه. أكيد الجرح لازم له سبب، وهو يعيني أسبابه. قفلت القلب من بابه ورجعت من تاني وفتحته، كل اللي سابك واقف تحته ومستنيني يغنلهم.
استمعين كده. ليه التعب ده؟ ليه الوجع ده محمد؟ وجعت قلبي. كله هيكون حزين كده. انا ما رضيتش اكملها لك والله. ليه؟ انا اتأثرت اصلا. جاي على الوجيعة. لا يا محمد. طيب يا دكتور بقى حضرتك تفوقنا بقى تسمعنا ايه؟ لا لا اول حاجه ما شاء الله محمد يعني ما شاء الله حاجه حاجه كويسه جدا الله يخليك يا دكتور. هقول برضو حاجه فصحى بتوجع برضو. ماشي اتفضل. لا لا حاجه مدح تعتبر قصه يعني. ماشي اتفضل. حاجه حصلت يعني فهنقول حاجه عنها يعني. اتفضل. هي قصيده بعنوان ملكتي. ملكتي دي ليها تصغير ملكه يعني ملكه بس ملكه صغيره يعني. تمام. هل تقبلين ان تكوني ملكتي ثوب الجواري لا يليق بمثلك؟ لك أسواب حتى الأسواب على اختلافها لك أسواب بها يزداد جمالك. لك مشية تخطف الأنظار حتى الغزال صارت منك تشتكي. حتى الكلام حين تتكلمي فالصمت واجب حين سماع صوتك. سل النجوم سل البدر في السماء فهم مثلي يعشقون عرشك. هل توقعين على عقد معي عقد مبتداه لي قلب ينبض عندك. ساني بنوده ما عرفت الهوى ما عرفت إلا حين أحببتك. سالس بنوده أن قصر العمر أو طال سيظل يهتف بأحرف اسمك. العافية دكتور. الله ينور دكتور. طيب محمد تسمعنا ايه؟ برضو حزين. حزين كله. يعني انت تتوقعيش غير كده. طبعا احنا معنا اتصالات هتتفتح على الهواء لو حد حابب يتواصل مع الدكتور محمد ومحمد يكلمنا. شرفونا بالاتصال. اتفضل محمد. هقول لك قصيدة اسمها تفرق معاكي. تمام. بعد 3 سنين جاية بتسألني عامل ايه في البعد. قلبي رد سابتك 3 سنين؟ لا هي مالهاش علاقة بحياتي الشخصية. هي الكتابات بتقول لا مش انت يعني بس هي 3 سنين وراجعة. هو أكيد حصل. طيب تبقى اتجوزت وخلفت محمد. والله أبدا. أكتر من كده. ماشي اتفضل. طيب بعد 3 سنين جاية بتسألني عامل إيه في البعد. قلبي يرد ليه ما نكونش لبعض. عقلي يغضب ويثور ويرد يقول مش معقول القسوة دي. لو رديت هتفرق يعني ايه يمنعني لو قلت حزين. ده البعد اللي ما بيننا سنين ولازلت مكسور العين في مواجهة نفسي. كان حالي هو حالك. كنت ايه بالنسبة لي وكنت ايه بالنسبة لك. كنت الظهر والاهل. كنت الصعب والسهل. قسمتيني بشوية جهل لمشاعرك ليا. دستي على الوجع اللي فيا من غير لا شفقة ولا رحمة. أديك كسبتي المسابقة وخسرتيني في وقت الزحمة. ما قدرتش أوجع فيكي بس أنتي وجعتيني. ما كانش لازم تكذبي لما سألتك ليه قلتيلي ما تسيبنيش وليه قلت إنك حبتيني. أنا لسه الشخص اللي ما بيمشيش وإنتي اللي مشيتي وسبتيني. هتفرق معاكي. ما أنا كنت بنسى الدنيا بيكي وبفتكرها معاكي. عاوزة تعرفي إيه تاني. بدلتيني ليه بشخص ما يستحقش مكاني. بس بجد برافو عليكي. بسرعة بعتي العشرة. قدر ازاي يملى عينيكي بشوية ورق وخاتم قشرة. قدر ازاي ياخدك مني. قدر ازاي يكسر واحد متهني. بتكلم عني. عارف ان مشاعرك قاسية مختلفة جدا في النوع. ازاي نسيتي الموضوع. ده أنا مش عارف أهرب من الوحدة. مش عارف من تاني أحب ولا عارف أكمل مع واحدة. نسيت إزاي ده لو كنت فاكرة. إزاي فرطت في حب قديم وعشقت الجاي. إزاي فرطت في حب حليم وعشقت الناي. إزاي اتخليتي عن طعم القهوة وعشقت الشاي. قوليلي إزاي النسيان سهل. القهوة دي انت جيت على الوجيع. ماشي كمل. قوليلي ازاي بنبيع الاهل. هتفرق معاكي. حلفتي بحياتي. قلت انك مراتي ونسيتي اللي فيا. خلاص مش هتكمل بلاش الأذية. حلفتي تصوني وليه كان تخوني. مخيب ظنوني بقلب اللي حبك.
ومين كان كل ليلة شايلك؟ كتر جروحك وكتر جمايلك، قالولك زمايلك اوعي تعبيه، كان كل اللي شغلك انت تسيبيه. ليه عاملة ناسية؟ وليه ما انت قاسية؟ وليه لسه راسية برغم اللي بينا؟ كان لازم يعني نكمل جميلنا، ايه كان هممنا؟ وليه ليه مفيش؟ وليه تموت مشاعر كان ممكن تعيش؟ جميلة ما شاء الله عليك محمد. ما شاء الله. طيب يا دكتور، حضرتك أكتر حاجة قريبة لقلبك إيه؟ قصيدة كده بعنوان صغيرتي. تمام. معانا حنة، تفضلي. أهلا يا حنة، تفضلي. مساء الخير. اتفضل. سوري. اتفضل. أنا كنت بس حابب أقول للأستاذ محمد ياسر ان فعلا القصائد اللي بيقولها دي حلوه جدا. انا بقالي مثلا حوالي 3 شهور بسمعه. تمام. وفعلا يعني الحاجات اللي بيقولها بتلمس القلب كده. فعلا يعني ربنا يوفقك وان شاء الله توصل للي انت عايزه. يعني تحلمش منك يا رب. ميرسي. تسلم يا رب. ميرسي. اتفضلي يا ايه. الو. طبعا احب اقول لكل الموجودين محمد شاه محمد ياسر والشاعر محمد العزمي طبعا كل التقدير والمحبه ليهم. الشاعر صراحه يعني كويس جدا ومحترم. تقدير طبعا ليهم والتقدير للبرنامج وكل حاجه. بشكرهم طبعا على الشعر اللي بيقدموه لنا. هم صراحه من الناس المتفوقين جدا من الشعر طبعا الناس بتحبه جدا. ربنا يحفظهم ودايما في تقدم. متابعي اي حلقات دكتور محمد؟ طبعا متابعيهم ومتابعهم كل حاجه وكل الاشعار. ربنا يحفظهم يا رب ويفضلوا في تقدم دايما يا رب ويبقوا احسن لنا اشعار الرجال. امين يا رب. ميرسي يا ميرسي يا فندم. اتفضل يا دكتور. هي برضه قصيده برضه فصحى بس انا يعني من الحاجات اللي انا بحبها جدا يعني. تمام. بعنوان صغيرتي. اتفضل. لا تخجلي من هوايا صغيرتي، فخرا لمثلي ان تكوني حبيبتي. قالت لا اخجل من هواك سيدي، فخرا لمثلي ان تكون دنيتي. القلب يرسل اليك سلامه، كلامه دقاته تقول أنت جنتي. قالت رد السلام عليك مني واجبا، رد السلام عليك مني واجبا، سلام عليك في الدنيا أنت فرحتي. بيني وبينك موج وبحر أودية وتلال. قالت القلب يحكم أنت مني الأقرب، وإن كانت المسافات بيننا أميال. سأدفع لأجلك مهرا صغيرتي، مهرا يحكي عنه بعدنا أجيال. قالت مهري هواك ذاك عندي غاليا، قلبا ملكت بعدما كان محال. ديوان شعر باسمك عنوانه صغيرتي، أميرتي جميلتي فوق الجمال جمال. تمام يا دكتور. نرجع لمحمد اللي وجع قلوبنا. هتسمعنا ايه حزين محمد؟ اكيد. اكيد اكيد والله. طيب هتسمعنا ايه؟ هقول قصيده مثلا اسمها ضوء النهار. تمام. ضوء النهار احسن من ظلام الليل، وانا شخص هادي لما بزعل بشيل. ضوء النهار واضح وضوح الشمس، الصبح طالع ريحة الشوارع، الشمس جاية وبتقرب، والحب لازال بعيد ولازلنا نتهرب. زي المجرب لما يكون حريص، زي الأب لما يكون ونيس. ضحك إبليس وقعد يتفرج علشان كان عارف إن لسه دوره مجاش. في حاجات بالليل بتحصل والصبح بتتنقل إنعاش. زي ابن مجاش علشان نزوة، في ناس بتحب بسرعة وبسرعة الحب بيتقلب غزوة. ما تصدقوش في الليل كلام اتقال، ما تصدقوش في الليل كلام اتقال، ده يدوب كلام زاجل ومش أي راجل يتعمل له تمثال. تمام.
ضوء النهار أحسن من العتمة، في مشاعر من كتر ما تخزنت عفنت من الكتمة. في ناس كتير عاقلين لكن بالوقت ما بقوش عاقلين، وفي ناس كتير فاكرين لكن فاكرين إنهم ناسيين. جرعات حنين منسية ومرمية في المستشفيات، وناس نفسها ولو ثانية تشوف شخص عزيز عليها مات. الثبات في الحب هو أصعب اللحظات، علشان كده بنختار نحب في سكات، وعلشان كده بننعزل الأوقات من غير ما نزعج نفسنا. يا رب ما تخليش حد في العالم يقابل حد زينا. الليل صديق نشيط والنهار اندفاعه جارف، سألوني في مرة فين حبيبتك، رديت وقلت مش عارف. نفسي أحب واحدة تكون وفية. في ناس من كتر الأذى تعبوا، وناس تعبوا من كتر البيات، وناس من كتر الحاجات بيغموا ليلهم بمسرحية. هو ده سواد الليل؟ لا، مش هي دي التمثيلية. في كلاب كتير يا مقاست، وكلاب فضلت وعاشت وفية. آدي المريض اللي كان بيظن فيه، هيعمل ايه في المواعيد بعد فشل العملية؟ هيعيش ايامه ساكت ولا هيلومني على الأذية؟ في حاجات كتير ماتت، ما تجيبش اللوم علي. حلوة جدا، جميلة. حلوة جدا. ازيك يا دكتور مرة تانية؟ الله يخليك، الله يخليك. طلعنا من مود محمد ده. بس ما شاء الله يعني. ايوه فعلا. بسم الله كويسة جدا. الله يخليك. اتفضل يا دكتور، اتسمعنا ايه؟ هو عموما مش اي حد ممكن يعني نقول عليه بيقول شعر كويس او كده يعني. مثلا طبعاً. محمد ما شاء الله نموذج يعني، ما شاء الله عليه ممتاز بيوصل يعني. انا بعتبره نموذج محترف. استاذ هشام الجخ برضو استاذنا كلنا، استاذ الجيل الحالي كله، دكتور فاروق جويدة، يعني دول كلهم عظماء في الشعر يعني. انا بالنسبه لي لا، من الهوايه يعني اللي ممكن ايه يعني الشعر بتاعنا انتقد نفسي يعني فيه. فقلت كام بيت شعر كده باعتبار الشعراء القدام يعني مش هيعجبهم الحال لو رجعوا في العصر اللي احنا موجودين فيه. بقول بنقول فيه: لم أرى اليوم شعرا ما بقى إلا السرابة، إن رأى المتنبي هذا بات يصرخ يا عذاب، إن رآه شوق قام ومزق منه ثيابة، لست أهجو إلا شعرا بات يمسح التراب، لا لشيء إلا أني شاعر أبغي الصواب. يعني بقول المتنبي وأحمد بيه شوقي لو شافوا العصر الحالي يعني هيزعلوا جدا من اللي يحصل فيه وبيتقال عليه الشعر يعني. تمام. زي اللي انا بعمله ده يعني. لسه في مرحله الهوايه بس يعني. ما شاء الله عليك يا دكتور، الله يخليك. تسلم. تسلم. الله يخليك. محمد اقول لكم حاجه رومانسي؟ طيب ماشي كده كويس. اتفضل. ما تاخدوش على كده. اتفضل. تمام. بحبك يا اطهر وجه في العالم، بحبك. بحبك ليه لو اتقالت لحد تاني مش ليه؟ انا نسيتها. شفت؟ والله شفت رومانسي ما بيحبنيش صدقيني. طب سمعنا. عارفه حزين هتلاقيه جاي لوحده، لو حزين بقى بتلاقيه حزين بتلاقيه لوحده بيتقال كده. والله كلمتني وما ردتش. دي اللي انت نسيتها ولا حاجه ثانيه؟ لا نسيتها. الرومانسي ما بيحبنيش. طب خلاص قولي اللي انت عارفه. تمام. كلمتني وما ردتش. رميت في همومي وما اهتمتش وكملت يومي عادي، نزلت الشغل قبل ما عادي، يمكن اصادفها يمكن اتخيل بيها واشوفها، انا ما بحبهاش بس وحشها ووحشاني، عمرها ما اختارت تعيش علشاني بس كانت عاوزاني، ترضي غرور ودمور قلبها، ترضي جروحي ودبلت روحي لما اكتشفت اني لسه بحبها. كانت ايام على الهامش، مجرد حكاية لمراية ما بتكبرش، ما هي البطلة الظلمة تملي بتظلم وما بتصغرش، بتجرح من غير ما تتكلم، بتسيب بدون ما بتسيب وبتعلم، الجرح اللي اتجرح منها غير الجرح اللي من غيرها، ومين غيرها خلى الجروح تتكلم. حاجة سريعة يا دكتور. حاجة صغيرة يعني. والله كان في حاجة صغيرة بس أنا بميل شوية زي ما قلت لحضرتك إن أنا أقول فصحى يعني، بس ممكن أقول حاجة عامية صغيرة يمكن بكررها كتير جدا يعني، يمكن بقولها في كل حاجة يعني. تمام. اللهم صل على محمد. لو قالوا إنك نسيتي قولي نسيتي ما تخافيش، لو قالوا لك لسه فاكر قولي مش قادر يعيش،
لو قالوا لك هو فارق قولي لسه في هوايا غارق، اللي يعيش يومين معايا طول العمر ما ينسانيش، ده اللي يعيش يومين معايا طول العمر ما ينسانيش. انا بحبها جدا. شرفتنا يا دكتور محمد. الله يخليك. شرفتنا يا محمد. الله يخليك. شرفتنا. ان شاء الله تنتظرونا الحلقه الجايه مع علاج بشره وشعر. اي اسئله بنستناها منكم على جروب حكاوي بنات على الفيسبوك، اي سؤال يخص البشره او الشعر او التغذيه بنرد عليها على اسئلتنا، واهلا بكم في صالون نرفانه.